أهلا باريس، اسمعوني جيدا من فضلكم. بحركة مني سأترك الحبل لأقتل جميع الحيوانات في الحافلة، وأيضا هذه القطة البريئة. كيكي، أظن أن لدينا مشكلة كبيرة. اعلموا أن البرج مفخخ بالنيتروجين السائل، فإن اقترب أحدكم سأطلقه فورا، وسيتجمد البرج بالغاز ويتكسر أسرع من الزجاج. سيسقط وستموت القطة. أنا لا أمزح أبداً، وستشاهدون ذلك بأعينكم. الدعسوقة والقط الأسود لن تتمكن من إنقاذ الحيوانات إلا إن سلمتما لي الميراكيولاس خلال 10 دقائق فقط. اتبع علامات البومة. لن يحدث هذا أبداً. تيكي، وقت النقاط. ألبرت، العلامة. تحت أمرك سيدي. ممتازة. واو، غضب الناظر شديد. نعم، فقد أشعلنا فتيل غضبه. علينا الوصول إلى المفجر وإبطال مفعوله. إن أردت سأصرف نظره بالثرثرة. هذه عادتك دائما. سأتواصل معك. سيد داموكليس. أنا لست داموكليس، ولكني البومة الجبارة. فلنناقش الأمر، لما لا نتحالف ثلاثتنا؟ ففي النهاية أنت أصبحت الآن أقوى بكثير. أين الدعسوقة؟ خطاف، دوار، حزام أدوات، لابد أن الأكم في أسلحته. لكن أي منها؟ ستحضر في أي لحظة؟ إذن كن أول من يضع الميراكيولاس في الصندوق وسط الملعب أو... بوم! نعم، أنا أعلم. حاولي أخذ المفجر حالاً. امسكها أيها القط. أوبس، الوقت يمر. آخر فرصة لإنقاذ القطة المسكينة. لما يضطهد القطط؟ الأبطال لا يؤذون الأبرياء يا بومة. إذن أعطيني الآن الميراكيولاس وإلا ستندمين. مخلب البوم. القططية. لقد حانت نهايتكما. ها